العلماء لسنا بأعلم منهم فيما مظى، فما ظنكم بشباب يأتون وأعمارهم في 15 أو في 20 أو في 30 وإذا بهم يقولون والله لا إمرة ولا خلافة ولست كما يقال، يقول لست تحت بيعة أحد. لما؟ قال لأنه لا وجود للخلافة. سبحان الله، هذا مذهب الخوارج. وهل أنت أعلم من العلماء السابقين فيما مضى لما تفرقت الأمة الإسلامية إلى دويلات ماذا قالوا؟ انظر إلى كتب هؤلاء، بيّنوا أن هذا ولي أمر المسلمين في هذه البلدة وهذا ولي أمر المسلمين في تلك البلدة، ومضى الأمر على هذا الحال. أفتأتي أنت وليس لديك من العلم، حتى لو كان لديك شيء من العلم، وتقول والله لا خلافة موجودة ولا بيعة في عنقي لأحد؟ أي مذهب هذا؟ هذا مذهب الخوارج.